وكم نسمع قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر الله في هذه الآيات إلى ختام السورة ذكر صفات عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم عباده، فأضاف العبودية لهم فقال عباد الرحمن الذين يعبدونه عز وجل، وذكر جملة عظيمة من صفاتهم سمعناها في الآيات. لكم أن تتوقفوا مع قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من صفات هؤلاء أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون ما أحسن قولهم، قالوا سلاما. فهم في ما ذكر الله عز وجل ألسنتهم صالحة مصلحة، وهم في حركاتهم وسكناتهم مسالمون، هذا في جانبهم الأخلاقي. ثم ذكر الله لنا شيئا من جانبهم التعبدي فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وذكر الله عز وجل لنا توحيدهم فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وذكر لنا عز وجل في تعاملاتهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وختم الله الآيات العظيمة بماذا؟ قال في آخر آية في مدحهم، آخر آية في صفتهم، والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ماذا قال الله؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فمن أعظم صفات هؤلاء دعاء الله وعبوديته. قيل الدعاء هنا العبادة، وقيل الدعاء هو سؤال الله تبارك وتعالى. فتأمل يا رعاك الله في هذه الآيات التي نحتاج أن نجلس فيها مجالس طويلة لنشرح صفات عباد الرحمن، تأمل فيها أين نحن من هذه الآيات، أين نحن من هذه الصفات العظيمة، صفاتهم في الأخلاق، صفاتهم في التعامل، صفاتهم في العبودية، صفاتهم وآدابهم مع الناس، عباداتهم في خلواتهم. لقد جمع الله عز وجل في هذه الآيات أكثر من 14 وصف من صفات عباد الرحمن. ما أجمل أن تدبر المسلم هذه الصفات ويقترب منها ويكون نموذجا ومثالا لهؤلاء الذين جعل الله عز وجل ختام هذه السورة في ذكر أوصافهم عباد الرحمن.